منتخب الكويت بتحدث عن منتخب صاحب تاريخ بطولات وفي كل مكان في العالم بنظام كرة القدم وليس نظام أحمد من تعود على البطولة وتاريخها لازم يجي جيل بعد جيل البطولات. عندك وقت تقول هذا ما يصلح وهذا ما أريد بطولة وأريد أنام وهذا الجيل ما يجي. عندما نتحدث عن الكويت موهبة أنا أتحدث عن موهبة سوبر سوبر لعزلك فريق مش واحد أكثر من لاعب. إذا أنا كلامي مش صح كم سنوات لا شوف الشباب ناشئين أولمبي هل الكويت نفس في شيء؟ معقول الكويت من ضمن 24 كان بطل آسيا وصعد كأس العالم وينافس البطولات ما يكون ضمن 24؟ 24 أقولها ليش زمان 8 بعطي خلينا نتحدث أنت الساعة تحدث أنا مصلحة الكرة الكويتية ما بيني وحبيت أول ما عرفت الكرة شقعت الكويت ما مش لا بقول لك ليش الفترة أوكي بس. خلينا نكمل خلينا نكمل بقى أوكي بعدين تجي مباراتي حاليا ما في موهبة موهبة عادية مش الموهبة اللي تعودنا فتحي كمير ولا قاسم ولا عنبري ولا بغيت ميد الحداد ولا اللي بغيت ناصر ولا فيصل الدخيل اللي تريده وحراسة وجيل بشار وجيل اللي بعده وجيل جيل سرعة وجيل مهارات وجيل هذا الجيل عادي لاعب عادي مش كويتي حتى إذا لبست ما أقول كويتي إذا بتستمر الكويت كذا ما عندهم مواهب وهذا حقيقة. وانت مين المنتخب العربي اللي عندك اصلا اللي عندك استنى بس انت مين عندك المنتخبات العربيه استنى بس بعد اذنك بس انت مين انا ما اكلمك انت مين المنتخب العربي انت مين المنتخب العربي كل في الوطن العربي كله تبقى من الكويت دلوقتي مين عندك المنتخب العربي ان انت ممكن تقول ان هو ياخد كاس اسيا كاس اسيا مين مين انت مين فين المنتخبات العربيه اللي بتروحش كاس عالم اللي هو مثلا في خمسه من اسيا بيروحوا كاس عالم مين السعوديه كل سنه بتروح السعوديه مين مين انت بتتكلم على بس كاس اسيا انت بتروح كاس العالم معنى هذا الدوله هذا المواهب عندها ما تتوقف مين اللي ما فيش عنده مواهب كل بلد كل بلد عندها في لعيبه وعندها مواهب بس هي حسب عدد النسبه بتاعتها مثلا بتتكلم على الكويت انت بتتكلم على الكويت انت كلامك كله موجه للكويت لو انت عايز توجه لكل المنتخبات اللي في الوطن العربي ما توجهش للكويت لا 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 ما توجهش لا لا ما توجهش للكويت بقول اتكلمنا عن منتخب عمان فين منتخب عمان اصلا فين في اسيا فين في الوطن العربي فين في كاس الخليج مره واحده كاس الخليج مرتين او مرتين على كم سنه على مدار التاريخ سنتين تاريخ الكويت اقوى فين الله تاريخ الكويت اقوى لما تكون بتتكلم ما تتكلمش على المنتخب الكويت لوحده تتكلم على كل المنتخبات تقول لي في هنا في مواهب في هنا مش مواهب كده هو ده اللي تتكلم لا هو انا لما اجي اتكلم في الصح تطلعنا احنا اللي غلط الله احنا بنتكلم صح يبقى تتكلم صح زي ما انت كنت بتكلم مع جمال شديت معاه امبارح واتكلمت معاه برضه المنتخب الكويتي برضه نفس الشيء عايز تتكلم اتكلم على المنتخب العمان اتكلم على المنتخب اليمن اتكلم على المنتخب السعوديه اتكلم على منتخب الامارات اتكلم على اي منتخب ما تتكلمش هو بس موجه كانه منتخب الكويت تقول ما فيش ما عنده مواهب ما في كل منتخبات عرب ما عندها مواهب ما فيش عندها مواهب مشكله ما توفقت يا اسطوره على قول اسطوره لا ما توفقت انت بغيت تدخل معي في لا 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 ما اخش لا 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 ما ينفعش اخش لا 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 انا بقول لا انا بقول لا ما ينفعش انا اخش لا لا انا ما ينفعش اخش معاك في نقاش لا 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 انا ما ينفعش اخش معاك في نقاش كده انا بوجه لك بس رساله ان انت ما ينفعش تتكلم زي الوقت هو بيتكلم على الكويت ولا عندك كانت وجه لك كيف تتكلم انا بقول لك ما ينفعش توجه انت ممكن توجه لكلنا بعدين انت ممكن توجه لنا كلنا مش عام اساس النقد ما يكون عامه هو انا لما اتكلم صح يبقى غلط انا ما اتكلمش غلط انت عايز توجه وجه المنتخب السعودي وجه المنتخب الامارات وجه المنتخب اليمني اي حد اما انا ما ينفعش تقول منتخب الكويت هو ما فيش عنده مواهب مين اللي ما فيش عنده مواهب الوطن العربي كله عنده مواهب السعوديه في استقرار السعوديه في نفس وضعها صعدت كاس العالم السعوديه تنافس فين منتخب عمان من كاس اسيا منو فين منتخب عمان من كاس اسيا منتخب عمان فين منتخب عمان من كاس العالم بالكويت يعني فين منتخب عمان من كاس اخر مره كاس خليج مرتين عمان ما عنده السيفي يا الله يبقى بدك حيل خلاص اعطيني السيفي مال الكويت اعطيني السيفي مال الكويت مين عمان اعطيني السيفي مال الكويت هو مش اشمعنى الكويت انت اشمعنى الكويت لا سيبك من الكويت هو مش لازم يكون الكلام موجه للكويت انا بتكلم على كل المنتخبات العربيه في الوطن العربي يتكلم عن تاريخه ما انا ممكن اطلع اقول وقت ولو بتكلم على السيفي ممكن اقول السعوديه كذا البحرين كذا الكويت كذا كل حاجه